أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، عنوان هذا التذكير ماذا بعد رمضان. معشر السادة والسيدات، انتهى شهر رمضان المبارك وفقدنا أجواءه الربانية. سبحان الله، أجواء رمضان أجواء خاصة، كل شيء يذكرك بالله. ونحن نودع هذا الشهر الكريم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عتقائه، وأن يجعل عملنا فيه خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله منا على ما فيه من نقص وتقصير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولكن ماذا بعد؟ نحن الآن في مفترق طرق، فماذا علينا أن نعمل؟ هل نرجع ونعود إلى ما كنا عليه قبل رمضان من غفلة وعصيان؟ تلك هي انتكاسة كبيرة تجعل الإنسان كالتي نقضت غزلها عندما يفعل الإنسان ذلك، فكأنه قد هدم ما بنى، وبالتالي رجع مرة أخرى إلى نقطة الصفر كما يقال. أم نستمر على ما كنا عليه في رمضان من نشاط في العبادة وبعد عن المعاصي؟ هذا هو المطلوب فعلا، ولكنه صعب، لأن الشيطان بالمرصاد والنفس أمارة. هناك وسط، وهو أن المطلوب أن جو رمضان يترك أثرا في نفوسنا وحياتنا، وأقل ذلك أن نحرص على فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا هو الحد الأدنى. ولذلك يجب أن يضع الإنسان برنامجا يجعله يبقي في حياته أثر رمضان وروح رمضان وجو رمضان وخير رمضان. على سبيل المثال للحصر، أولا القرآن الكريم، لقد كان جزءا من حياتنا في شهر رمضان لأنه شهر القرآن. واش الإنسان يبعد عن القرآن مرة أخرى كما كان؟ بالطبع لا، يجب أن يبقي على هذه العلاقة مع كتاب الله، لأنه أصل كل خير وأصل كل فضيلة. ربما الإنسان وفقه الله وختم القرآن في رمضان أكثر من ختمه، يجب بعد الشهر الكريم أن يحرص على شيء من ذلك، ولا أقل من حزب في اليوم. لأنك عندما تقرأ حزبا في اليوم فمعنى ذلك أنك ستختم القرآن في شهرين، وهذا أقل القليل، ولكن النزول عنه لا ينبغي
ولا يليق. ثانيا، من ضمن الأمور الأساسية أن الإنسان في الشهر الكريم اكتسب مجموعة من العادات الطيبة وعزم عليها وتمسك بها وتربى عليها، على سبيل المثال صلاة الجماعة خارج رمضان كان يفرط فيها، ولكنه في رمضان استطاع أن يضبط نفسه مع صلاة الجماعة. على سبيل المثال غض البصر من العادات الطيبة الجميلة التي اكتسبها في شهر رمضان. المطلوب بعد رمضان أن نحرص على أن هذه العادات الطيبة التي تمسكنا بها وتربينا عليها أن تستمر معنا ولا نفرط فيها. ثالثا، في شهر الصوم هجرنا مجموعة من العادات القبيحة، أو على الأقل تغلبنا عليها وانتصرنا على الشيطان فيها، على سبيل المثال الغيبة. كلما فكرنا في الغيبة في وقت الصيام تذكرنا أن ذلك يفسد صومنا فنقلع، أو أنه عادة التدخين مثلا حاربها الإنسان في رمضان وأصبحت نفسه تحدثه مرة أخرى للعودة إليها، بل إنه ربما قد عاد إليها فعلا. ومن الأمور كذلك الكلام الفاحش، الإنسان في شهر الصوم ضبط لسانه وبعد عن الفحش في الكلام، فالمطلوب الآن أن يبقى على ما تربى عليه في رمضان من البعد عن هذه الأمور السيئة، ويعزم على ألا يعود إليها، بل يجب أن يعزم على ألا يعود أبدا إلى ما كانت عليه حياته قبل الشهر رمضان. والذي يساعدنا على ذلك معشر المؤمنين والمؤمنات أن نعرف أن رب العزة جل وعلا الذي هو رب رمضان هو رب كل الشهور، وأنه كما فرض علينا العبادة في رمضان فرضها علينا خارج رمضان، وهو القائل عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتلك وظيفتك وتلك هي المهمة التي خلقت من أجلها، فلا بد من أن تستمر عليها. والرب جل وعلا يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا عاد الإنسان لا قدر الله إلى ما كان عليه قبل رمضان فإنه يستهلك ذلك الرصيد الذي كسبه، وبالتالي يصبح مرة أخرى مفلسا. ومثل هذا لا يليق بعبد يعبد الله ويتقي الله ويستحي من الله. فاحرصوا رحمكم الله على أن يبقى في حياتكم أثر رمضان وخيراته وفضائله ونعمه، حتى إذا أدركنا رمضان جديد إن أطال الله في أعمارنا نبدأ من نفس النقطة لنزداد قربا من ربنا سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واجعل من الذين يحرصون على التقرب إليك دائما بالخيرات والفضائل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.